بحضور الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 11 لهذا الموسم والذي أقيم على سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وكأسي سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وكأسي نجلاء سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان آل خليفة وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الصخير. وقام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بتتويج الفائزين في هذا السباق.